مرحب، حلقة جديدة من بلا فلتر من خلال أغاني أغاني. منحييكم فراس حليمة، ألان صالح، وإلي الشوع، رون رميتي. اللي بيعرفوا عن قرب بيقول إنه فلتر النجومية والشهرة ما غير كتير بشخصيته، واللي بيشوفه لأول مرة بيشعر إنه فلتر التواضع ومحبة الناس هو الأكثر استعمالاً بحياته اليومية. جوزيف عطيه، رح تقدر تستغني عن كل الفلترز اليوم؟ إن شاء الله. أول شيء مرسي على الحكي الحلو في راس، أنا مبسوط إنه معك مثل العادة خيي. أنا وياك مش مقابلة تكون هيك قاعدة عفوية وحلوة، ومبسوط فيكم هيك. صحيح أخذنا وقت على الطريق وعشقة سير والآخر هي، بس واحد بس شوف هيك الوجوه الحلوة وأغاني وكل الشباب والصبايا اللي بحبهم كتير بتفرحوني. حبيبي منحييهم كلهم أكيد. طار شو إني الحلوين بحياتك؟ الحمد لله. أو أكثر اللي بيستعملوا فلتر الحلا؟ ليك هلأ في راس إذا بدك بهالزمن شوي صار كله فلتر، يعني كان على السوشيال ميديا وشوي بالحياة. بس أنا دائما بحب روح على البارت البوزيتيف من الدنيا، يعني على طول بشوف إنه بعد في ناس حلوين فعلا وعن جد موجودين. يعني بتلاقي ناس رغم كل شيء هيك سرعة والناس بدها بين حالة ولايكات والآخره والجو اللي نحن فيه، بتلاقي عالم بعد عندها هيك بعد حقيقية وبعد حلوة. خبرني قصة الغنية. حلوين صارت روج حكي مع أمين وهيك صاروا التقيوا أو شيء هيك، وصار صارت سريعة. يعني بتلاقي أوقات في كليك بيصير بين العالم بيكون سريع لأنه دي ماتش بسرعة، بتلاقيهم زبطوا مع بعض. وأنا بحب موسيقته لروج وهو بحب فني، فالتقينا بسرعة وحلوين طلعت هيك. حتى محمد يحيى الملحن سمعنا الأغنية دغري خالصة مثل ما هي وكانت جاهزة. قول ألو. في ألو. يلا لحظة. ألو. ألو ألو ألو. إيه أهلا أهلا أهلا. دغري من الألو عرفته؟ أهلا أهلا دغري من الألو. ما في ألو. اسم الله عليكم. كله تمام. هاي كيفكم؟ كيفك روج؟ منيح تمام. انت خي نحن عم نحتفل بلاك هلا بحلوين مش مزبوطه قلنا كيف يا ولو وجودك خلص يعني انا موجود. يا ويلي يا حلوه. فكره مين كانت الغنيه، فكره روج او فكرتك؟ والله مش فايق روج، خبرني. انا بتذكر انه حكيته انت وامين التقيته او شيء هيك صار او مزبوط. كان حكيت مع امين المانجر تبع جوزيف وقلت له انه عبالي نعمل غنيه سوا، هيك غنيه بيور صيفيه وفان دانس، ودغري التقينا ودغري ركبت. كنت بعرف جوزيف لانه اوقات بيجي على سهراتي ومنولع الدنيا يعني، سبيشلي وقتها يغني لبنان رح يرجع يعني شيء مش طبيعي بيصير بالسهرات. سو وي فريندز وقلنا يلا ذس از ات، هيدي الغنيه اللي بنعملها. وقلع الترام بس تاخر من ورا كوفيد. وكانت سلسله تحضيرات والكواليس والاجواء اخرت سنتين. سنه ونص إيه. تقريبا سنتين. مشروع قديم يعني مع كورونا، يعني كل ما نيجي نصور يصير كيس او حدا يكون معه كورونا او يسكروا البلد يصير لوك داون والى اخره، فتاجلت كثير بس لصالحنا. يعني كل شيء ساعد التاجيل، ساعد الاوديو والفيديو طلع حلوين. رح تأسس هيدي الأغنية لتعاونات دايما أنت وروج ولا حكيتوا بقصص جديدة؟ إن شاء الله نتمنى. يعني إحنا هيدا هلا أول نجاح، وأنا مثل ما عرفت روج ما في يصلح لي بعده معنا روج. إيه أكيد. عرفت إنه رح عم بيكمل بهال، يعني عم بيعمل أغاني، يعني هو يكون عم بيعمل البرودكشن لإله. أغاني مع غيرك ولا معك؟ ما بعرف روج خبرنا. شو؟ لا بعمل غنيني، يعني أنا هاي أول غنية بيور عربي عندي، بيروت قبل وكم غنية. إيه نعرفهم. الأوفيشل مثل الدقات وهيك، بس ولا مرة عملت غنية عربي مع أرتيست A-list مثل جوزيف. سو هيدا أول وحدة، وأكيد رح نعمل أكثر يعني لأنه we both have the same vision and the same mood بالموسيقى وهيك، especially when it comes to this kind of music. وقت بدنا نكون عم نعمل dance music يعني نفهم على بعض easily، مشان هيك ركبت الغنية بسهولة كتير. بس عم كمل أنا أكيد عم بعمل، يعني عم بعمل مع ميشيل فاضل، مع راغب عليمي، يعني فايد بدومين مثل ما بتشوف دي جيز اللي بيعملوا collaborations، لأنه هيك الفيوجن حلوة. يعني عالمين بيلتقوا سوا بيعطوا هيك a nice touch للاثنين مغيرة، يعني للدي جي وللأرتيست. so it's a fun thing to do. وأول انطلاقة هي حلوين. بيلبق لك على كل حال. رح يكون في شيء لبناني، عبالنا نسمعك أنت وجوزيف بشيء بس لبناني، يعني مش بس مصري. عبالك جوزيف؟
انا عبالي انا صرت لايف ملهي باللايف تبع الانستغرام بيعرفني روج هلا بكون مقدر شكلي كيف شو مع فلتر او بلا فلتر بلا فلتر بلا فلتر اوكي هلا بكون لايف على انستغرام شويه على تيك توك صح صح لحق على كل البلاتفورمز اكيد كان عم بقول في راسه انه عامل شيء لبناني ايه شيء لبناني كل شيء وارد خي انا بس بامن بشغله انه بس تخلق هيدي الكيمستري والكليك بالشغل ويكون الشغل حلو حيالله شيء لبناني بكره يمكن اعمل مغربي يمكن يعني حيالله شيء انا ابطئ انه اعمل حيالله عمل يعني على كل حال روج بدي اقول لك ثانك يو دائما بننبسط بالاشياء الحلوه اللي بتقدمها وبفنك هيك المختلف والشبابي والحلو واللي بيشبه كل طاقاتنا يعني اللبنانيه ثانك يو لك ثانك يو الكون مرسي روج باي ثانك يو باي 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 جوزيف عم بيقولوا لي ما فيك تطلع لايف او ما خاص لا شو مش كثير انتوا البث مش كله مش كله في شيء علبه كلينكس حتكون ما بدي كلينكس بدي اثبت التليفون هلا 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 لايف يلي العالم اجمل عملت قصة نجاح بميل والتعليقات بميل تاني على الشعرات على ملومة على على عمرو دياب على ريكي مارتي على على حدا نشبه بداية الأول ما هي أول كلمتين ما ماشي يعني بيخليك ليا لنوال الزغبي كمان جديد حلوين حلوين خليك ليا إذا بتتذكرها هيك شيء من البداية الفوتي يعني خليك ليا مش هيك يمكن نفس الوقت صح وفي ناس قالت انه الروح تبع العمل فيها هيك شوي من عمرو دياب من صح. روح عمرو دياب شو ليك طالما التشبيه على طول بشيء حلوه هذا شيء حلو انا تقلك شغله بالفن اليوم صار يعني انا وقت قلت مثلا الشعر الاشقر لا تسي مثلا هذا شيء كل العالم عملته يعني كل لعيبه الفوتبول عملوه لعيبه الباسكت عملوه الاجانب عم نحكي ما بعرف ميسي رونالدو وات ايفر يعني منه شيء انا ما عم بقول انه عم بخترع شيء جديد هي عم هيك يعني طلع على بالنا نعمل هالشيء بهالكليب هلا شلتهم لك كيف نمقرع تيرجع يطلعوا سود فهيك على فكرة في سؤال واحدة من الفانس تبعك عجبني قالت ليش دخلك جوزيف بيتعامل مع كوافير نسائي بشعره مش مع حلاق ميشيل شو القصة ميشيل حبيب قلبنا حبيبي سلم عليه أكيد ميشيل هو لا منه بس نسائي كمان رجال بس مش كتير مع يعني الدعاية طبعه انه نسائي لانه بالاساس نسائي واكتر مع النساء هلا انا ماني كتير يعني ما عندي هالغرة اللي بدها شغل يعني ثانك يو كارول ميرسي تشيرز انه انا ما عندي هالشعر الكثيف يعني اللي بدي شغل ارتيب انه شغلي هيني يعني هو مش هالصديقي وهو كمان افكاره يعني شقر الدقن فتح الشعر نعمل هو بيموت بالجنون على كل حال زلمه بدك تضل شوي شوي مع ميشيل احسن ما يعمل شي نهار شعري احمر ازرق ممكن كل شيء وارد كلكم اجمل من بعضيكم حيرتونا ازاي نختار محتار نعم يعني في شويه حيره بتعرف صبايا كتار كلهم حلوين كتار لحولك الحمد لله الحمد لله منيح جوزيف كتار اللي بالحياة عبروا لك من يعني الفتيات وكسرت ألمون ريكو ليه عم تضحك ليك ريكو فيك تجي معنا وتجاوب انت اذا تيجي تفضحنا هقتو عندك انت التفاصيل بلا فلتر اكتر فضحنا ليك تقلك هو يمكن هيدا اكتر سبب من الاسباب يلي بخليني شوي هلا اتروق اني فوت بعلاقة يعني كتير عم باخد وقت كتير عم فكر كرمال هيك مش بقصدي بس ما في انكر انه بمطارح كتيرة بعلاقات قطعت بحياتي كنت عم بجرح بلا ما اقصد يعني لاني حقيقي بكل شيء انا بس بطل حابب يعني خلص بعد بطل فيه كمل بشيء مش حابه
كرمال هيك بخاف كتير. هلأ بصير معي بالحياة شوف مثلا بنت بتعجبني أو شيء بنقص يعني بفضل شوف كل الجوانب وكل شيء إذا ظابط تفوت بالعلاقة أو بهرب. آه يعني هلأ ما في شيء؟ ما في شيء. آه والله؟ نعم. آه كنت حاسس في شيء أنا طلع إحساسي مش محله. كيف تتعرف خبرني؟ تلطش كيف تتعرف تتعامل مثل كل الشباب بلا فلتر ولا فلتر النجومية بتستعمله بهالمحال؟ أبداً أبداً يعني أنا ولا مرة بحياتي بالعكس يعني إذا بتعرض لشيء خاصه بالنجومية وكذا أو بنت بتحكيني بهال هيدا ما تورن أوف لقلي يعني ما بحب هالطريقة وما بعمل شيء ماني حدا يعني أنا بالعلاقات ماني حدا بحكي أو بهذا الملسن اللي بده يقطف ويخبر أخبار لا ما بس بشوف هيك إذا حدا عجبني عادي يعني بتطلع بعمل ستاب بتصير بطريقة طبيعية عفوية يعني مش إنه بدي أشوف كيف بدي أحكي أو شو بدي أقول. على كل حال بعرفك قديه بتحب العائلة وقديه بتحب هيك تأسس عائلة حلوة إن شاء الله. الله بيوفقك وما بتطول لحتى تأسسها. رح أعطيك شوية جمل بعيدا عن هالمواضيع لنروح شوية للأشياء الفنية وأنت بدك تعلق لي بحلوين أو مش حلوين. الديو اللي جمع بلقيس مع سيف نبيل لا حلو أكيد حبيته حلوين حلوين أكيد ممكن تدخل قلبي شي هيك حلوين أكيد. كليب محمد رمضان فيرساتشي والضجة اللي أثاره إذا عرفته اللي بيوزع فيه الدولارز هو لا ما في يقول لأن ما حضرته ما حضرته أبدا كليب فيديو كليب شارك ايه. لا ما حضرته اللي صار يكب فيه دولارات هو ماشي ما حضرته صراحة نصفته. ما حضرته. أوكي. بس بحب أكيد الأشياء اللي بيعملها بتلبق له يعني أشياء هيك جنون لستيله يعني حلوة. تيتر أوقات لنصيف زيتون حلوين طبعا خليها تكون حلوين شوي زيادة حلوين لا بقصد انه قلنا شيء حفظت اكيد حلو غنية اوقات القلب اللي بين بدون تين هيئتنا اصدقاء مع الملحن مش مع الشعر حافظ اللحن ولا كلمة بس اكيد حلوة وثائقي مريم فارس على نتفليكس كمان ما حضرته صراحة ما شفته ما حضرته يعني بدي أعطي رأيي بشيء ما حضرته حرام ليش تظلم أبداً لا لا ما شفته ولا شفت يعني الضجة اللي أصير تحوله شفت أكيد تويتر وكذا شفت الأراء مختلفة يعني طلع لي كتير حدا كان عم بقول لا حلو إيموشنال في إشي هيك إنه عرفت إنه في إشي إيموشنال هيك يعني إشي خاصة بحياته الشخصية وشفت أراء تانية إنه لا كان بينشغل بطريقة تكنيكلي أحسن يمكن ما بعرف بس أنا شخصياً ما حضرت. سياسيين اللبنانيين شو حلوين؟ لا يا زلمة شو تاني كلمة حلو مجانين؟ لا ما أكتر من مجانين ملاعين خلص تخطوا تخطوا الحدود كلها يعني شو هلأ إكلين مدري كم على عشقة السير وعلى الزواريب وعلى أنت من جمهور حدا ولا مش محسوبة حدا؟ لا لا أبدا انتبه تقال لك شغلة نحنا بلبنان تيجي كلنا طالعين من مطارح من بيوت كلها عندها انتماءات وعندها حسب المناطقية يعني ودغري بيقولك محمرش يعني يا قوات يا طيار وطني حر يا كتير 100% يعني ما هي مثل ما قلت يعني مناطقيا نحن هيك مقصمين بطريقة معينة يعني ف بتفوت شوي على محمرش بيقولوا لك لا اكثر قوات عم بقول لك انه 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 نحن طبيعه عيشنا تاريخنا هيك يعني اللبناني هيك بس اليوم بدك تشوف يلي تحرر من هالشيء ويلي طلع منه ويلي فهم اللعبه. انا برايي انه صار في نسبه كبيره من الناس خاصه من جيل الشباب يعني فهم انه خلص خي ما يعني ما رح تستفيد من شيء لا هون ولا هون ومش ظابطه بدك تغيير ان شاء الله يجي التغيير. انا حتى التغيير مش ملاقاه يعني بعد يعني حتى الناس اللي بدها تغير بعد ما لقيتهم بعد يعني بعد ما عندي افراد بيمثلوني بالتغيير اللي انا بشوفه. انتخابات قربت في حال ايه ما بعرف تشارك فيها ما بعرف بدي انطر تشوف مين الافراد اللي عم تترشح مين الناس لانه حتى كمان اذا بدك الاشي المطارح اللا حزبية اذا بدك المجتمع المدني والى اخره وكذا مش كل افكاره بتناسبني انا يعني انا شخصيا في اشياء كمان بعد ما لقيتها يعني واقع بالنص لا مجتمع مدني يمثلني ولا سياسيين يمثلوني بدي حدا يمثلني ما بعرف اذا رح يكون في حدا. حمستك الثوره ببدايتها اكيد حمست الكل يعني الثوره كل العالم كان عندها حب التغيير هلا ما استمرت وين صارت ما بعرف تشوف هلا على الارض شو عملت ما بعرف في ناس بيقولوا لك انه الثوره بتاخذ وقت بتاخذ سنين تتغير ان شاء الله ما تاخذ وقت كتير بريك
يلا بريك انا رح اطلع من عندي من اللايف بريك بنرجع ايه ايه نروح على التي في بريك وبنرجع اغاني اغاني تعود كلامي معقول شو حلوه هالغنيه خلت حدا ما سافر معها على محل تاني يعني جوزيف فعلا من احلى اختياراتك رجعنا ايه كيفك في راسك عم نقول طبيعي من احلى الاختيارات عن جد طبيعي هالاغنيه رهيبه انا من اللي من سوري عم بحكي عن غنيتي بس مش معود بالعاده احكي هالقد عن اقول عن جد بس بحبها كتير يعني انا من الاغاني اللي بحطها بسمعها كانه مش لالي كيف بتستحلي تقعد تسمع غنيه عن جد هيك بسمعها فظيعه القصه طبيعي بدنا نشوف رامي شلهوبي اللي كتبها وملحنها اذا لها قصه بس هو رامي يعني كل 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 اعمالي انا وياه لهم قصص بتخصه هو مثل إلا أنت مثلاً طلعت بحياتك عادي وقت مرة على الفاضي حب ومكتر مثلاً بحبك بعض غيمي يعني ما بعرف خبرنا هو إذا عنده هلأ كمان غنية عايحوا معنا شلهوب يعني نحن عم نحكي عنك ولو خي وإنت مش عم يتنصد وإنت عم تحكوا عنك أيوة كيفك يا شلهوب تمام خبرنا خبرنا عايشة لطبيعي أو لا طبيعي اكيد عايشة وصار معي كل الامراض التمزقية من وراها شلهوب تخبرك خبرية عنه هو كل الاغاني اللي عملها بيجي بيكون مثلا رفيف مثلا طلعت بحياتك عادي وقت ومرق على الفاضي شو يعني كم سنة بيحكيني بيكون مدمر بيكون بالحالة يعني رفيف ليك صاير معي هيك بكون قطعة طرق مضبوط هي أوقات بتكون صايرة معي حالة وأوقات بكون شايف حالي قدامي يعني مش بيشوف الحالة فهمت عليك بدك حدا يكون فهم أنا فهمت لأنه بعرف على أجمالاً إيه متهم أنا أنه ما كتير فهم هلأ تنوضح شغلي كمان هلأ أنا عم بأخذ أنا لا لا ما بيأثر أنتوا لأنكم أصحاب كتير أنا دامي ولا مرة التقيت أنا وياه خبرنا عن شو هي بدك للحق شو هيدي يا زلمة كفي كفي ماشي الدنيا بالمقلوب كل شي ممنوع مرغوب بطل في فرق كبير بين الباطل انا يعني عطول كلام الباطل والحق بين شو بين الباطل والحق والحق زبط الله على علي المولى كمان من احلى علي وحش علي من احلى الاغاني محضر لنا شيء لجوزيف منها على هذا النمط جوزيف ما عادش نسترجي نقول نحضر شيء بعد عنده شي 17 غنيه ما نزله البوم عنده لا لا البوم فتحتك ايه هو في كثير اغاني يعني وشلهوب يعرف انه صار عندي شي 16 غنيه سو عملنا شوي بوز على اخذ الاغاني تنزل يلي عندي ونرجع. بس هذا ما بيعني انه مش محضرين شيء يعني للمستقبل يعني في شيء اصلا اوريدي موجود وفي شيء عم يتحضر ودائما في شيء طور التحضير مع جوزيف دائما انا يعني ما في شيء بينقطع رامي انت طرحت الموضوع على على جوزيف يعني طبعا عم نحكي عن غنية خليجية هي اول تجربة تقريبا لجوزيف له بهذا النوع من من الاغاني انت طرحت الفكرة ودغري كان في تجاوب او كيف خبرنا هو يشوف هو يشوف هلا رامي روق قبل ما تحكي بدك خبر خبرية مزبوطة او بدك تلوفك بلا فلتر الخبرية اوكي خلينا انا خبر انا حسيتك فايت بدك تقول انا عرضته ما عرضته كذا هالغنية لا كان... انا ما بدي اقول عرضته انا بدي اقول خبرية بس تقولها بس انت اقولها اضبط ايه كان هو بده يغنيها هلا تكون انا كتير صريح للاخر يعني كان هو بده يغنيها سمعته انا وانا ما في شيء بعمله ما بسمعه لزوز هو بيسمعني تياخذ رايي كثير انت اخذت رايي اخذ رايك وانت اخذت الغنيه 100% سمعني قال لي انا بدي عبالي عبالي غني عبالي كذا سمعني الغنيه قلت له رامي شلهوب هالغنيه انا بدي غنيها يا برو لا ما انا محضره وبدي غنيها وعبالي وكذا تقول لك هلا كيف صارت كولابوريشن كيف صارت هاللي قالها هو معي قلت له لك بغنيها انا وبتقول مقطع انت بنعملها كانه ديو ايه اوكي يلا كذا مشيت الغنيه صرنا صرنا كل ما هيك هيك اقتنع اول شيء صرنا كلنا ما نقرب فشخه بالغنيه نشله جمله لرانا عرفتي مثلا نحط الفيولونات نشله جمله نحط الايقاع نشله جمله نحط كذا اخر شيء قال جمله كذبت شيء انا وقلت الحقيقه لا انت قلت الحقيقه قلت لي هاتي هيدي هي انا
ضميري مرتاح. هي قلبه كتير كبير. رامي رامي على سلامته يعني نحن اصحاب واخر شيء الاغاني يعني هلا عم نمزح بس هو عن جد يعني انا ما بحب كثير اذكرها للخبريه لانه هي مضبوطه فوق هي عن جد هيك لازم دائما تحكي عنه بس هو انا وجوزيف انه اخوه يعني منا مش مصلحه يعني يعني بيسمعني بيقول لي مثلا بسمع اغنيه كثير حلوه بكون عم سمعها لحدا ثاني بقول له ايه اكيد او بحكي إيه حدا انا باخذ رايه بكل شيء اجمالا يعني او حدا من الفنانين مثلا بقول له في فنان عباله يسمع شيء يعني مش انه علاقه فنان ملحن لا ما بده يسمع او الى اخره بلاش تكسر لا انه ايه ما منا علاقه شغل يعني وكرمال هيك وبس بالنسبه في تعليق على طبيعي هو إيه. طبيعي كان في خوف بشغله منا اذا بتلاحظ ما فيها ايقاع صح هذا الشغل يعني شيء يعترف به لجمال ياسين بالتوزيع اكيد جمال مسلم كثير عن جد يعني هاي الغنية في كتير عالم نقزوا من جوزيف دغري من أول ما سمع أنا عرفت شو رأيه فيها وعرفت إنه حيحطم لي أمالي إنه أنا غنيها بس في بس كل مين سمعها كان ينقز من شغلي قلنا هاي الغنية ما فيها إيقاع يعني كيف أكون سمعوها للعالم هيك صح يعني أوركسترا من أولها لأخرها خالتي فاضية فايلنز تشيلو بس هذا اللي ميزها فعليا يعني هون تميزها خليجي هي خليجي على لهجه بيضاء صحيح اكزاكتلي صحيح ومن الخليجي القاسي لحتى تضطر انك تكون عندك لكنه انه في يعني سهله ما بعرف كيف طلعت اصلا يعني. انا مني كيف طلعت كيف عملتها انت كلهم ليش في شي وحده بتعرف كيف طلعت لا ولا انت فنان وبتاخذ العقل ودائما بننطر منك كل شيء جديد ويلا قريبا بدنا نعمل هيك انترفيو طويله انا وياك ان شاء الله بالاستوديو ان شاء الله ثانك يو كثير نعمي ثانك يو لك حبيبي باي 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 بشكل عام الاغنيه الخليجيه بتاخذ من شخصيتك يعني انت حدا بحب الفن الخليجي انا بحب الفن الخليجي كتير بحب الفن المغربي كتير يعني كل الموسيقى اليوم بتشوف اذا بتحس هلا بوقتنا هيدا صارت الاغنيه بتنتشر كتير يعني من زمان كان في شوي قبل هيك جيل قبلنا كانت الاغنيه الخليجيه للخليجيان الاغنيه العراقيه اليوم صح. بتحس بس بتكون سهران مثلا بحطوا اغنيه عراقيه مثلا واقف تطلع شي اغنيه ضحى به تلاقي العالم هون بلبنان مثلا جنوا على الاغنيه فهل تقارب او هالانفتاح بالموسيقى او بالكلمه خلق شيء هين فصارت فيه حط شخصيتي انا باغنيه خليجيه يعني طبيعي بتحس تعرف انه انا عم غني وادائي انا وستيلي انا بس باغنيه خليجيه يعني بالنسبه للنجوم الخليج في حدا من النجوم هيك بيلفتك من فنانين الخليج ولا الغنيه هي اللي بتلفتك اكثر لك اليوم مش بس بالخليج اليوم انا برايي صار هو قانون الفن صارت الاغنيه هيك صارت يعني ما بعرف اذا للاسف يمكن للاسف لانه بالطريقه شوي في نجوم بيتاخد حقهم او يعني صار عصر الاغنيه والدليل انه بتلاقي اغاني مثلا بطريقه سريعه بيكون حدا مثلا مش كتير معروف او مش معروف ابدا يمكن على شيء على تيك توك بيعمل غنيه بتلاقيها طارت وبتلاقيه نجم بعد جمعه يعني عم يستضيفوه كذا والنجم فلان فلان والى اخره فهيدا دليل انه صار عصر بيخوف هالشيء بضيع يعني حسنات وسيئات يعني له حسنات وسيئات على ناس وناس يعني الناس اللي شيء من هول الاغاني اللي ذكروني اكيد اشياء تيك توك وهيك انه سمعتهم انا الاغاني الضاربه عم غلط بكلماتها اغاني تيك توك اكيد بس انه اكيد سمعتهم يوم ما انا اللي بريده ولا اكيد سمعتهم اكيد وانا بشوف تيك توك يعني انا حدا بفتح بحب الاب يعني على سيره نجوم الخليج اخر لقاء عملته انا وياك كنت عم تقلي انه معجب كثير بشخصيه بلقيس وعجبك الكليب اللي عملته قلت لي بعد ما سئبت التقينا ولا مره التقينا على الانترفيو هيدي صرتوا اصحاب صح كيف صار هاللقاء وخبرني شوي. كانت بلبنان وسائبت يعني هي حكي عني بانترفيو انا حكي عنها بانترفيو صارت هيك انترفيوز ولقينا انه خلص يعني صار لازم تصير القعدة وتعرفنا وفعلا هي شخصية محببة كتير ان بيرسون يعني مثل ما بنشوفها على التيفي ومهضومة وفنة حلو ونجمة كمان هيك حلوة يعني انا بستمتع باغنياتها وبلوكة اخلاقها الحلوة كتير من مهضومة وعفوية وقريبة حفظت شي من البوم حبيت شي هيك لفتك اكتر من غيره بالالبوم الجديد بعد صراحة بعد بس لازم اسمع بعد ما سمعت كمان مقصر كتير انا هالفترة
كل الفترات. أنا مش معقول. هلا بنحكي عن تقصير بعد شوي في. في جاي تقصير. جين للتقصير. يلا. بما إنه عم نسمع كنا طبيعي جوزيف عطية وحوار طبيعي أو مش طبيعي. طبيعي الدولار صار 15,000 وبالويك أند كل أماكن السهر بلبنان فولي بوكت. طبيعي ومش طبيعي. مش طبيعي إنه صار الدولار 15,000، هذا شيء مش طبيعي، بده يعني مش معقول يعني. هون لازم نصور. الطبيعي انه خي انا شخصيا يمكن يكون عم غلط، ما بعرف الناس كيف تاخذ هالاشياء، بس انا شخصيا ما بلوم الناس يلي عم تسهر او الناس يلي حابه ترفه او حابه تغير جو، لانه انا بدعي لهالشيء وبس انا اعمل غنيه بكون عم بعملها كرمال هالشيء. يعني ما في هذا رأيي، ما بعرف يمكن لازم يصير غير شيء، يمكن حدا يقول لي لا لازم ننزل لازم نعمل لازم نصور إلى آخره، أكيد مع هالفكرة، بس كمان إذا مش طالع بإيدنا شيء أنا ضد إنه واحد يقعد يبكي على الأطلال ويقعد يسكر على حاله. فطبيعي اللي عم نشوفه، إذا الناس بدها تسهر بدها تطلع على البحر آخر شيء بدها تعمل هالشيء، يعني بدها تعيش حياتها. طبيعي جوزيف عطية يكون مرشح عن قضاء البترون بانتخابات العام 2026؟ لكن مستبعدها. ايه على طول بقول انه لا وكذا، بس ما بعرف، ما حدا بيعرف شو بيصير. ريكو عامل لي هيك انه عن جد ما حدا بيعرف شو بيصير، انه اذا سكرت يعني خلص يعني ما ولقيت حالي مش هلا يعني يمكن بعدين شو عرفنا بقى. ايه انه ما بفكر فيها، ماشي مش وارد ومش موجود ومنه براسي اخير، بس انه خي مش انا طبعا احكي عن حالي، بس اذا وصلنا لمطرح خي خلص ما في بديل، بدك تبلش تعمل جامعات تطلع اشخاص خي، ناس عندها كفاءه عندها ما بعرف شو عارفني نستلم انا الفن وانت الاعلام. على كل حال جماعه البترون تحديدا هالفتره ضجه كبيره حوله، بس انا مش حفوتك كثير بالزواريب، بعرفك بتحب تهرب منها للزواريب. وريكو دغري ايده على خده مع خلص يلا بنغري بننتقل لوحده ثانيه. طبيعي او مش طبيعي صبيه حلوه تعجب جوزيف عطيه بس هو ما يعجبها؟ طبيعي اكيد صارت. طيب بلا فلتر بناتي انا ما عجبتها، ما انا بتقول لك مش ما صارت، مش لانه ما بتصير، هي طبيعي تصير. وهلا مؤخرا مش من زمان عندي صديقتي كانت عم تحكي مع حدا عجبتني انا، وقالت لها طب تعرف عليه يمكن هو ما يعجبك. فهي عم تقول لي هيك على التليفون، حبيت الفكره. حبيتها انه يمكن هو ما يعجبك. قلت لها والله برافو معك حق حلو. يعني ما صارت مش لانه ما بتصير، لانه انا نوعي بدرس الشغله كتير، يعني ما بفوت بشيء الا ما اكون كثير عارف وحبك يعني عامل طبخه على الاخر ظابط بفوت. هاي الطبخه اللي بتعملها على التيك توك بس هون غير طبخه غير موضوع. طبيعي تلبس شيء مش كثير عاجبك بس لانه ستايلش وترندي؟ لا كل شيء بلبسه بيكون عاجبني. يمكن بحالي وحده بعمل هالشيء بكليب مثلا، اذا عندي كليب لوك معين بمشهد معين ممكن البس شيء ما مش حابه مثلا، معقول، بس بالحياه لا كل شيء مش في. طبيعه تنجح اغاني تيك توك بهالشكل حكينا عنها اوريدي. طبيعه رساله كارول سماحه لقداسه البابا فرانسيس شو كانت الاخر رساله قدمتها؟ انه تطلب من الرجال دين بلبنان عدم التدخل بالسياسه، وكان تعليقها تحديدا بسبب الكلمه اللي القاها المطران لي سعودي. انا صراحه ما سمعت الكلمه وما شفت التعليق، بس انا اذا بدي احكي عن الموضوع بشكل عام، انا بوافقها اني ضد رجل دين اي طائفه كانت انه يتدخل بالسياسه اكيد. هلا نحن هون على كوكب الارض، هذا المنطقه هون اسمها لبنان. أوكي. انت وين موجود؟ كيف وين موجود؟ يعني اي كوكب؟ اي حاسك كتير قصص ما سمعتها ما هي عن جد عن جد فعلا عن جد ما سمعت والله. يمكن هالكورونا خي ما بعرف، انا ملي بالسبور مدري شو ملي ما بعرف. خاصة فوق محمرش طلعت عندك انا وشفت شو عامل، يعني البيئة اللي عاملها فوق عن جد بتخليك تنسى معبى نهاري بمية شغلة بالطبيعة ومع عائلتك، وانت من حدا كتير قريب ومتمسك بعائلتك الكبيرة مش بس عائلتك الصغيرة. انا فراس بلا ما قطعك سوري، قطع علي فترات بكورونا ما كنت افتح التليفون. يعني تفوت اختي تقول لي مثلا لا فوت لازم تعمل لايكات هون، لازم تشوف شويه تويتر كذا، كرمال هيك اللي بيشوفني على تويتر بلاقيني مثلا بنهار واحد بعمل ريتويتس ثلاث ايام لقطع بيكون مثلا عن جد مش فاهم، وبيقطع يعني. عليك شويه او بهجره بعد شوي اصل التقصير. يلا انت محضر لي سكشن للتقصير. في إلى محل. طبيعي جوزيف عطية يكون احد ابرز ابطال رمضان عام 2025 او مش طبيعي؟ اكيد
طبيعي وارد جدا، وفي مشاريع عم توصل تتصير جديه ما عم بتتم يعني لاسباب، بس اكيد ممكن كثير مشاريع حطنا بالصوره يعني في في عرض وطلب يعني في في انعرض علي ادوار، في شيء انعرض وقطع ومشي مع غير ناس ايه اكيد مثل. لا ما في يقول انه لا خلصت قطعت يعني، في كتير اشياء في اشياء قطعت في كتير في اشياء كتير مش كتير كتير يعني، بس انه في اكتر من عمل اثنين ثلاثة يعني، وهلا مؤخرا كمان عرض علي شيء، بس كلها ما تصير لاسباب يعني ما حدا بيعرف شو، بتعرف كيف تصير الامور، اوقات يمكن تقصير مني، اوقات ما اكون قادر تابع العمل مزبوط، اوقات يكون في تفصيل معين يمكن انتاجي او الى اخره. على سيرة التمثيل، قد ايه كنت راضي على تيتر رمضان اللي قدمته اللي هو رائع كثير، ابدا ما يعني كنت متوقع النجاح، متوقع انه تنحب الاغنيه، بس مش هيك كان عندها امباكت حلو بالسهر وبالعالم، كان كيف عم تحطها بسيارتك كيف عم تسمعها حلوه. اخر وحده، طبيعي يكون فنان ناجح وبنفس الوقت ملتزم دينيا؟ اكيد طبيعي، وثانك يو انه سالتني هالسؤال، لانه هلا كمان مش من زمان سمعت تعليق صغير انه بقى عني شخصيا انه خي انه ايه ملتزم وما خصهم ببعض، خي ما لها علاقه يعني، هيدي فكره انه بده يكون او فنان او مؤمن، شو خاص خي، في يكون مؤمن فنان، مؤمن طبيب، مؤمن هذا شيء خاصه فيه، هذا بشخصي، وطبيعي جدا ان شاء الله يصير احسن اذا الله بيريد. على كل حال فيهم يفوتوا على اليوتيوب يحضروا جزء من اخر لقاء عملنا سوا، حكيني كثير عن هذا عن الموضوع، مش هرجع افوت فيه، بس عبالي اعرف التزامك الديني كيف قدر يخليك بنفس الوقت تكون بعيد عن مفهوم الطائفيه اللي كثير عايشينه نحن بلبنان. اخي انا الالتزام الديني ما بربطه بالطائف يعني، مش نفس اللينك اللي بسمع العالم تحكي فيها، الالتزام الديني هو شيء خاصه فيي، هذا قناعه شخصيه انا بمارسها لانه انا شايفها حقيقه علي، يمكن حدا غيري بيشوف غير نوع حقيقه، يمكن حدا غيري ما بعرف، يمكن الملحد يقنعني بالحاده بطريقته بتشبهه لإله، هو يشوفها صح لإله، هذا شيء خاصه فيي اخي، هذا منه يعني انا ما بربطه بالطائفيه لانه هيدا ممارسة شخصية، مثل ما أنا علي أنه أحترم أي ممارسة شخصية لأي حدا تاني بفكر تاني. أوكي. صحيح برامج لويت صارت شيء كتير قديم بالنسبة لك، بس ما أنه أنت من الناس اللي قطعوا بهيدي التجربة، وهالتجربة قائمة على فكرة لجان التحكيم، رح تكون أنت الحكم اليوم، وأنا رح أسألك كم سؤال. إذا عم نعمل فكرتك أول شيء عم تحكيني بعدنا بالبريك. لا لا أقول لك أوكي يلا، جيت بدي أقول له إيه أي ساعة هلأ الفقراء عزيز من إحنا هالقد عفويين، ما بينبه في راس معودين إنه إحنا عفويين. إيه بس أنا عم بحكي أقول لك يلا أي ساعة بك تقوله هاو. جوزيف، إذا عم نعمل اختبارات لجائزة نجم الشباب الأول لمين بتعطيها؟ نجم الشباب الأول كتير يعني في راس كتير عم تزرقنا، ما بعرف في كتير خي حرام عن جد. ايه بس انت حدا كتير بيلفتك بتقول بيستاهلها، اول حدا بيخطر على بالك، يمكن في كتير بعده بس اول حدا بيخطر على بالك. اعطيني انت اسامي وانا مثلا بعطيك هيك او هيك، انه خيرني مثلا. احيان لي نصيف زيتون او سيف نبيل. نصيف او سيف نبيل، هلا اوكي رح اقول جواب لانه اذا بدك الاقرب لإلي انه شخصيا يعني، يمكن ما اكون كتير موضوعي بس بعطيها لنصيف انا. يمكن ما يكون كتير موضوعي فنيا، بتحس كيف؟ إيه لا لانه نصيف بعلاقتي فيه اكثر يعني، ما سيف ما بعرف بس اكيد فنان حلو كتير وبجنن، بس انه بعطيها لنصيف هيك واسطه يعني واسطرتي. اذا عم نعمل ملكه جمال الفنانات مين بتختار؟ ملكه جمال الفنانات جمال بيوتينس. عم باخذ فوتس انا ورا جمال نانسي بركي. اوكي نانسي. طيب اذا عم نعمل مسابقه لاجمل فنانه لبنانيه كمان هون دغري، شو اللي كان قبله السؤال؟ للفنانه اللي هون ممثله هلا ممثله. ممثله اجمل بالجمال انا شخصيا قايل قبل انه فاليري، بحب شكلها ستيلها يعني. لا تزعل سيرين. لا سيرين حياة قلبي، سيرين مش حاططها بالمسابقة أصلا. زمطنا. ليه خي المرأة ممثلة؟ لا سيرين خي سيرين ليك في قصص معترف عليها. يعني سيرين خلص she's an icon of جمال. هون عم فوتينج عم نشوف غير مطرح. أوكي أوكي. إذا عم نعمل مشروع ديومين بتختار بين مايا دياب أو مريم فارس؟ مايا دياب.
تشبك أكتر؟ في كليك أكتر وقراب من بعض أكتر، وبحس إنه إذا بنعمل شيء بيكون أقرب. إذا عم تعمل كليب وبدك تختار ممثلة تشاركك فيه بين دانييلا رحمي وستيفاني صليبة؟ لا اثنيناتهم حلوين، دانييلا وستيفاني. لا الاثنين ما اثنيناتهم ماني حدا بيلفتك أكتر. عن جد الاثنين تغني لهم حلوين، يعني حلوين نايمتهم. اخر وحده اليوم في حرب اعلاميه بين رحمه رياض وشازا حسون على نجمه العراق الاولى، انت مع مين؟ انت عم مين؟ مين خي ما بعرف مين انت مع مين؟ مين اقرب انت لك؟ مين بتحسه خي؟ اثنيناتهم عن جد اثنيناتهم ما بعرف، انا مش كتير يعني. لمين حافظ اغاني اكثر؟ مين بتحسها موجوده اكثر؟ هيدك مش حافظ شيء للمين خي؟ انا دائما عم تزوركني كتير. يلا بريك 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 ونرجع. أغاني أغاني لو في عنك اتمنى وادعي لقلبك. بعمل في الدار بعد مرة. جوزيف أنت حس جوزيف مشلس هلا في راس بلش. يلا رجعنا. جوزيف عطية أمتى حسيت أنه وقفت فيك الدنيا؟ وقفت في الدنيا هيك لحظة كانت هالقد صادمة؟ لحظة توقف لك في لحظات كتير يعني دغري. هلا اجا اول فكرة اجت على راسي مش حكى عنها ابدا يعني، بس هي خالتي. وقت توفت خالتي كانت لحظة ثانك يو، كانت لحظة قاسية كتير يعني، لانه كنت كتير متعلق فيها يعني، كنت حبها كتير وكانت تحبها كتير يعني بشكل مش عادي يعني. فهيدي يمكن هلا دغري خطرت على بالي دغري اول شيء. خبرني شو معنى هالغنية؟ ينعاد عليك. ينعاد عليك. ينعاد عليك أغنية من أغاني علي المولى وجاد أطريب، وفي أغنية تانية كمان مع علي إن شاء الله. أغنية حلوة أنا بحبها، والكليب بيشبهها. كليب عائلة بتحسه. هيك بتحسه إيه؟ هيك بسيط قريب. أنا بحب يعني أنا شخصياً. هل نوع الكليبات بحبه يعني؟ عندي كتير هيك تجارب لأنه شخصيتي هيك بتشبه هل نوع من الصورة أو إذا بدك القصة يعني بالكليب. فأغنية بحبها. كواليس تصويرة بتتذكر قصص؟ أكيد حلوة كتير، لأنه مثل ما قلت الجو يعني نحن اشتغلناها سالين ووليد ودي أو بي سيبك تشيل الكمامة أختي. حط الكمامة. أنا برأيي تشيل الكمامة وتقربي لعنك خبرينا كيف اشتغلتوها كمان. تعطيني أسامي. ألين أكيد، وكل الشباب اللي اشتغلوا فيها وجيسي يعني كل اللي اشتغلوا بهالكليب هن إذا بدك هيك مقربين وأصحاب كرمال هيك بتطلع بيكون الكواليس بتكون هيك مرح وحلو. تعتبر حالك شخصية رومانسية؟ شخصية رومانسية عند الحاجة يعني عند الضرورة. بشكل عام لا مني كتير رومانسي، بس كون بعلاقة حلوة جدية بكون رومانسي بالأوقات اللي لازم يكون فيها رومانسي. وعلى سيرتي نعاد عليك بتعمل سوربريز وبتعرف تعمل كتير. أنا بحب كتير. أنا من الأشخاص اللي بحب أعمل سوربريز وفالنتاين والأخبار. وبتحب ينعمل لك؟ أكيد كمان أكيد. بعمل حالي ما بحب بس انا مثلا لا اقول له ما تعملي لي لوكاسا اذا ما عملت لي مان عايشه 5 ايام خلص يا خي. نجي للتقصير. ايه شو التقصير ناطره انا؟ لا لا السوشيال ميديا هيك شوي بحسك انه يعني بقد ما في فنانين كل حياتهم مكرسه للسوشيال ميديا، بنحسه من الصبح لليل، بحسك ضايف على السوشيال ميديا. يا خي السوشيال ميديا انا عندي ايه تقصير لا انا بنزل انا بس مش كثير يعني. اذا بدك مؤيدات لزملائي هيدي اخي هيدي واجبات اجتماعيه على السوشيال ميديا على اخي انا ما بحب واجبات السوشيال ميديا. عم كذب على حالي واعملهم صراحه. يعني هلا اللي عم يسمعني لا اشياء بتكون اوكي بتكون مزبوطة، في اشياء بحس انه لازم اعملها لانه بتحس انه الكل عمله هيك لطيف. بس انا خي مني كثير خاصه تويتر. تويتر عم اخاء في علاقه عداوه انا وياه مش طبيعيه.
إيه مثلا في فنانين بعيد ميلادهم بيصير في مهرجان على تويتر بعيد ميلادهم. انا تويتر عندي علاقه كره له هالبلاتفورم. سوري خيبينا عامل تويتر مخي لانه كتير صار يعني هلا كل حال نعاوي يعني مش معقول يعني كل النهار بلد دورة طلع هذا السياسي قال مدري شو طلعت هيدي قالت مدري شو يعني ما في حب خي ما في يعني هو ذاته الشخص اللي بتشوفه على تويتر على الانستغرام عم ينعي على انستغرام عم فرجينا فرجينا فستانه وحجبه واخبار وعم تنعي على تويتر. طب لا اخي شو هالبلاتفورم اللي عنده هالنيجاتيف هالاورا النيجاتيف مش طبيعي مش طبيعي شو نيجاتيف. انا بفوت انا جمعت تويتر هلا انا بفتح تويتر كل بالجمعه مره وبكبس هيدي وبتعمل سكرول يعني ما بقرا شيء. اوقات بلقط اشي مثلا بعد مدري كم جمعه بيقولوا لي قطع عيد فلان لازم تقول له مدري شو برجع بقول له خيي سوري بس انا تويتر عن جد ما عم بفتحه. بس تحديدا بقصة اعياد الميلاد يعني بنشوف في فنانين زملاء لك على اعياد ميلادهم بصير في احتفالات انت شوي عيدك عم بيكون خجول لانك انت مش عم بتشارك يمكن لانه انا اكيد ممكن اكيد وانا ابدا انا بقول هيدي وبقول على انه خيي انا ما بعاتب حدا اذا ما بيعيدني او ما بيعمل لي لايكس او اخره لانه انا مقصر من هالناحيه كثير. ما بتفكر تسلم حدا تويتر تقول له عيش انت شخصيتي البوس فلتر تبعي لا شو بسلمه لحدا يقعد يكتب عنك كمان يعني بدك تقعد تفكر يسألك اذا بدك تقول هيك وخلص خي خلي هيك انا انتبه موجود يعني بفوت بعمل تويتس برد بكتب اخره بس مش مثل ما لازم يكون موجود على تويتر او مثل ما الناس بتحب وجود الشخص على تويتر. طيب جماعة الفولو والانفولو والفنانين اللي عملوا لي فولو واللي ما عملوا لي فولو عندك هيدي الافكار عندك شي فيك بروفايل تتنقوز بتخي انا بروفايل الاصلي بروفايل الاصلي مش عم بفتح افتح فيك في فنان بتراقبه بتشوف شو عم يعمل كذا لا كله لا عم تحكيني اشياء يعني بعيد يعني اشياء يعني هو عاملهم بدي 7 سنين تجنيد اجباري يربطوني بالقلب ويجلدوني تعرف بس بتحب الارقام يعني بتنطر قد بدها تجيب الصوره ارقام قد ايش بتكبر طبيعه الحال مثل كل الناس اكيد او قد الغنيه بدها تجيب ارقام ايها اكثر بتنطرها مش ما بنطر هالشيء بس انه اذا صار بيكون شيء حلو يعني اف عجبت هالقد اف عملت هيك يعني في غنيين عرضت عليك ورفضتها وندمت بعدين بعد ما نجحت مع حدا ثاني لا اكيد رح تقلنا شو هي وتغنيها لا مش رفضتها بس في اغاني ما يعني ما مشيت ب ما استعجلت بشغلة وراحت بشكل طبيعي يعني مثل ما أنا عندي أغاني كمان أخذتها بكون حدا غيري سمعها يعني بس في واحدة معلقة كتير ولا يمكن قلبي وشو بدي أقول له عطول بقول عنه هالأغنية هالأغنية ضلت فترة معي و بس تبه ما عم بقول انه كانت لقلي وراء مش هالقصص هي هذه انت بتعرف في راس يعني بالفن بتصير بشكل طبيعي يعني كل غنية بسمعها 20 فنان عرفت شو فهاي من الأغاني يلي كنت سمعها وكان فيي أخذ قرار فيها وما تأخرت. طب قلنا شي من طريقتك. قلبي وشو بدي قلو تعبان وشو بعملو وما عندي دواء انت اللي كنتي فيه بعدك كيف بدوي صوته مجروح بيندهلك ردي له الروح الله ثانك يو رجعنا اتفق على الكلمة تقول رجعنا اتفق يلا كل حالة هيدي اخر مرة جوزيف هالغنية حالة الحمد لله ايه بس عملت لك شوية مشاكل عملت لي حالة شو ليك انا حكيت شوي هيك اكتر مرة عن الموضوع بس هو هين كتير هي اول شيء انا اخدته بطريقة بوزيتيف انه الناس من محبتها عبرت بهالطريقة وفعلا هيك يعني هي الناس لنقول انه بس انت اخذت الاقامة الذهبية بالامارات صح والطريقة اللي اعلنت فيها عن الموضوع صح شوي الناس اخذتها بحزازية انه انت كنت عم تقول من هم من فل هلا سعيد هالقد بالاقامة هو اكيد ما بيتضاربوا الموضوعين مع بعض ما خصهم يعني بعض هي تقول لك اول شيء الاقامة الذهبية تنفسر شو هي للناس يلي شافت هالشيء هي سميت بالاقامة الذهبية تنعطى للفنانين والممثلين والاخر هي تفتح مجالات العمل اكثر هيدي هي خلصت نقطة لا هجرة ولا ترك أهله ولا ترك تراب البلد وأرزة الوطن والأخبار كلهم هدول ما خصهم بالإقامة الذهبية هي شيء تتسهل العمل يعني كل الممثلين بالعالم العربي بسوريا وما كان شوف كل هلا الممثلين والمفنانين الاخرين عم بياخذوا وفي ناس عم يسعوا وفي ناس عم ياخذوا جنسيه كمان جنسيه الاخرين هيدي بتسهل عمل خي هيدي بتفتح مجالات للشغل واذا بدك نفوت اكثر بالموضوع
نرجع على العظماء اللي بيمثلوا لبنان احلى تمثيل، جبران خليل جبران والى اخره، هدول كلهم خيمان باسبور امريكاني وباسبور فنزويلي وتروح على كولومبيا صبوحك مع المصري مثلا. هيدي شغله خيي لناس وناس، في ناس بتاخدها بيقولوا لك مثلا شفت انه لا هيدا برفضها خيي، طيب هو بده يرفضها، بس هي هيدي شغله تفتح المجال لا عليها بالوطنيه، ما خاصه يعني. بالوطنيه شغله تانية ننزل تو انه انا ما فليت يعني صارت الخبرية كلها على الفاضي، انا ما فليت، اخذت الاقامه وجيت، مشكوره دوله الامارات اكيد وبتفتح مجال اكثر لشغلي وراح تهين لي شغلي وراح يكون في روحه ومجي اكثر على الامارات، حفلات ووجود والى اخره، بس انا ببيتي خي قاعد يعني انا قاعد بمحمرش وعم شوف كومنتس عطلي اني بدبي هذا الشغل بالضبط مش راكبه يعني كيف زعجتك؟ ليك صار فيها ups and downs، طب ما اكون كذاب يعني، طب هيدا انه لا هو بتضايق وكذا، لا اكيد زعجتني لانه يمكن اكتر مرة، انا بحياتي ولا مرة بحياتي الفنية صار عندي شيء نيجاتيف او تعرضت لشيء هيك بهالطريقة يعني. بعدين تحولت لشيء مهضوم يعني، صارت الناس اللي بتبعتلي النكتة اضحك لانه صارت نكتة فعليا، صارت نكتة هي، بطلت انا المستهدف من الخبرية، صارت انه هيئته بقي اربع بيوت جوزيف او هالشيء يعني، صرت اضحك، لا تحولت لشيء مهضوم. هي ثابت انه عاصي عامل لبناني وانت عامل لبنان رح يرجع، وثنيتكم نفس القصة، وثنيتكم شوي فرجيتونا على السوشيال ميديا انتم بدبي شو عم تعملوا وكذا، فالعالم انا بتقلك شو ثابت يعني اخذت لي كامل ثابت، كان تصوير كليب هونيك وانا صور قبل موهوم ووالك واخر، هلا ثاقبت مع الاقامه انك كنت عم صور حلوين، فكمان صارت زياده انه موجود هنيك وعم بتصور هنيك وعم بنزل ستوريز هنيك والى اخره. بس فكره الهجره مش موجوده اصلا اليوم، مش موجوده ابدا يعني. انا حدا بقول بس تحط انتر جيمي يعني، كنت اقول للناس يعني انا حتى اولاد عمي اخره ضل انه لا ما تهاجروا لا كذا، بس اليوم بفهم اللي بيهاجر صراحه يعني، الشخص اللي بيقول لي هلا اليوم شاب متعلم ومؤسس حاله تيشتغل بهيك ظروف بالبلد بيقول لي بدي هاجر، انا بسكت. قبل كنت لا وكذا واقعد حبب بالتراب وبالارزه وبالاخره، هلا بقول له خيي لانه بالنتيجه في استمراريه للحياه، وبس تكون بهالقد بمطرح عم نحكي سياسيا ووضع اجتماعي ما عم نحكي كبلد، ايه بفهم اللي بده يهاجر. انا شخصيا هلا ما بهاجر، واكيد ان شاء الله ضل مصر على هالفكره. شو مخوفك اكثر شيء باللي عم بيصير؟ مخوفني الهجرة، هاي أكتر شيء بتخوف، بعدنا عم نحكي عنها، بس هاي بتخوف لأنه إذا الناس مكملة هيك، أنا عم بحكي عن الناس اللي حدي يعني، عن صديقي يعني، رفيقي الأنتيم، عن ابن عمي، عن أنتوراجي الصغير كله، عن أختي قاعدة قدامنا كمان يعني هيدا الأنتوراج كتير صغير عطول عنده بلان يهاجر، هاي بتخوف أكيد يعني. بس أكيد خطرت على بالك الفكرة لما انقطعت من البنزين من يومين؟ لا ما خطرت أنا ولا مرة، أنا ما بهاجر مش يعني على طول، بقولها حبا بالوطن أكيد وبهالإشياء الشعر اللي منقوله، بس أنا شخصيا لأنه بحب بيتي يعني هو التعلق بالوطن. شو هي الوطنية؟ أنه أنا وطني حبيبي أرزتي كذا، أوكي حلوين هاو بالمدرسة، بس هي شو الوطنية خي؟ الوطنية تحب أرضك، تحب صح. الناس اللي بتحبك أهلك صح، أهلك وبيتك وأرضك، كيف بدي أعبر عن وطنيتي أنا غير هيك يعني؟ أو بشغلي، أنت بشغلك أنا بفني إلى آخره، أنا بحب أرضي خي، بحب ضيعتي، بحب بيتي، بحب هالمساحة اللي عندي حد البيت، صعب اتخلى عنه. عم بتخاف شوي بأزمة الدواء، بأزمة البنزين، بالأزمات اللي عم بتصير، بأزمة الكهرباء اللي عم بيخبرونا عنها، كيف عم تتعاطى؟ ليك انا بهال تشبه الناس بهاي القصص ولا؟ اكيد انا عايش حياتي بشكل طبيعي جدا يعني، وبالعكس بفضل يعني انا احسن يعني، هاي علنا انا بقولها للكل، يلي عم بيعمل معي منيح تيقطعني صف او تيفوتني قبل او كذا ما تعمل اخي، انا ما بحبها يعني. انا حدا بتنطر بالصف، بنطر بالصف، واذا حدا بيقول لي قرب بتضايق لانه ما بحب اخي، ما بتشبهني بكل شيء، بالسوبر ماركت وبالصيدليه وبكذا، حتى وين حكيم اسنان خي وين ما كنت، بس مش بتطبول البنزين. هلا البنزين ثاقبت انه حدا بياخذ لي سيارتي يعبيها يعني، ما بعد ولا مره صار معي الموقف يعني، بس انه انا بشكل عام بعيش يعني الاشياء الحياتيه وماني عم بقول شيء انه عم بعمل منيح، هذا انا يعني بحب اكون هيك. فشتينا شو كان السؤال ده؟ انه الاشياء اللي بتخوفك اليوم من ازمه الكهرباء، من ازمه الدواء مثلا مع اهلك، من ازمه يعني في قصص سبقتني. بدي اقول لك انا بخاف على الناس يعني، بخاف ما الاقي لحدا، بس انا لحالي لاني مهمل
بهالاشياء على حالي، فمش كثير بعت الهم. يعني انا شخصيتي بنوعيتي ما بعت الهم حالي، يعني بتقول لي ما في اكل بكره الله بيدبر، ما في دواء الله بيدبر، بس بعت الهم على اشخاص. قال لي مثلا ما عم تلاقي مثلا ما لقينا دواء لامك هون، لا ببلش ببلش اعت الهم واسال فلان واسال فلان وكذا. لقاء بلا فلتر اخر شيء، يلا. اذا بدك تستغني عن فلتر التواضع، شو اكثر شيء بتحبه بشخصيه جوزيف عطيه؟ سؤال قوي كتير. اذا بدي استغني عن فلتر التواضع، شو اكثر شيء بحبه؟ يعني اذا بدي اقول بحب اكيد الموهبه اللي عندي والابيرنس، يعني كيف تنقول هيدي بطلع اللوك يمكن. بحب. اذا بدك تستغني عن فلتر الشهره، وين كان معقول تكون اليوم لولا نجاحك بالستار اكاديمي؟ بحس بكون او مخرج او شيء عندي، هلا اكيد ما انه شغل بطعم خبز يعني، بس انه بكون رسام او نحات او شيء هيك يعني. بروح على شيء فن يعني. اذا بدك تستغني عن فلتر الرصانه، شو اكثر خطوه جريئه ممكن تقوم فيها؟ اذا ما نعتبر انه الشعر الاشقر والصوره التوبلس هن لحد هلا القمه اللي عملته، شو ممكن خطوه جريئه اقوم فيها؟ حيلا شيء بعيد عن الرصانة، يعني حيلا شيء باللوك مثلا يقولوا لك ما بعرف شو ممكن تعمل بعد، ما بعرف، ممكن اعمل حيلا شيء مثل الشعر ومثل مثل الصورة يكون عندك جرأة. عندي جرأة لشيء بيشبهني يعني. يعني الشعر الأشقر كان نوعا ما بيشبهني، ناس ما حبوه، أنا شخصيا هيك شوي كنت محتار يعني. ممكن اعمل شيء بس يكون قريب علي يعني، مش انه البس كعب مثلا. خلينا نرحب بصديقنا الاعلامي صبحي عطري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كيفك؟ تمام حبيب قلبي. اذا بدك تستغني عن فلتر دبلوماسيه، قرار ابتعادك عن اداره اعمال امين ابياغي قد ايه كان صائب على 10؟ صفر. اكيد كان كان قرار خاطئ جدا. بتعرف فنان بيقطع بمطارح بحس انه قادر هو ياخد الشيء على عاتقه او يمشي، لا اعطيه خبزك للخباز بقول مطل، هيدي هي. وهو هيك فعليا لازم يكون الشغل، لازم كل حدا يعمل مهامه له هو. يعني كل حدا عنده شغلته، وامين وجوده او شغلته مش عبس يكون هو امين يعني. اكيد انا ما في اعمل شغله او هو يعمل شغلي، فكانت اكيد قرار خاطئ. على كل حال بالطيارة هو إن شاء الله بيوصل بالسلامة. بين أمين وريكو أختك، مين أكتر شيء بيأثر فيك؟ بتخيل كلنا بتأثر فينا أختي هالقد؟ أمين وريكو بتخيل هالقد؟ تفضلي إذا بتريدي لأن تعرف عليك. تعيش بقى ولوحكينا كلمتين، تعيش عارفين أحالك هاي كذا. بعطي أنجلا ليك هلأ طبيعي، هلأ ريكو موجود أكيد وأمين نسلم عليه، بس إنه طبيعي بحكم الدم. الدم يعني عائلتك بكون عندها تأثيرها غير يعني. إذا بدك تحط فلتر الحقيقة، قدي راضي على نجاح أغانيك الأخيرة؟ فلتر الحقيقة كتير راضي، كتير، لأنه إذا بدي تكون واضح أكتر، يمكن شوي قبل هالأغاني الأخيرة كان عندي شوية قلة رضا على أغنيتي. لا اليوم الألبوم هلأ الخامس عم بيعمل شغل حلو يعني، طبيعي ينعاد عليك. شو الأغاني بعد؟ خط أحمر. خط أحمر، حلوين يعني، كل الأغاني عندهم صدى حلو. لا مبسوط. أمتى بتستعمل فلتر الغرور وبتشوف حالك؟ هو مش لازم يستعمل يعني، مش لازم ولا مطرح يستعمل، بس ما بدي يكون كتير دبلوماسي وهيك أهرم. لا بستعمله بمطارح، عم بستعمل مطارح وبرضو غلط مع الأشخاص يلي بيكونوا هيك تستعمله يعني. بستعمله هلا يعني. انا عم تقول لي قصص عم تصير معي صار معي من زمان. هلا خبرنا القصه. لا انه مثلا نحن خي عنا بطبيعتنا بهيك بمناطق معينه او اشكال عنا، خي الواحد اللبناني عنده على طول انه الغرور موجود بطبيعتنا يعني، هذه شغله موجوده فينا. فيلي بيستعمل هالشيء عم تشوف حالك امين حبيبي. انا جزء خاصي بستعملها اوقات. بستعملها. مين اكثر ناس بتشلح كل فلتراتك معهم؟ ما حدا ولا حدا ابدا. يعني كان بدي اقول اخواتي او صديقي اللي هو صديقي الانتيم يعني، بس حتى لا بضل في اشياء بضل في فلتر بضل في اشياء مفلتره.
يعني عندي صديق اللي هو بيحكي معه كل شيء او صديقان واخواتي يعني هاو اكثر شيء مفضوح قدامهم اذا بدك. بس كمان مش اكيد مش كل شيء بيعرفوا. الالبوم مشروع طويل كم سنه صار له؟ اوه الالبوم كان لازم ينزل قبل كورونا يعني من سنتين صار له سنتين كورونا تقريبا. منيح ما نزل يعني كانت يعني كنا على شفير انه ينزل الالبوم وكانت فاتت نفتنا بكل شيء صار يعني للاسف. فعم بيصدر اغاني ورا بعض او كلهم بفرجيتك ما لسه ادي بعد فيه هن 16 اغنيه. كم وحده صار نازل؟ صار نازل 6 تقريبا 5 صار نازل هيك نفتحهم. لا هن لحظه 16 مع عم بعد القديم الأدم. يعني لا خلينا نقول فعليا هن 16 ما ايه شو هذا احتفال بالالبوم كنت جايز تنبهونا ولا خلصوا الشمعات دغري ولا عتون جوا في غيرون يلا شو غيرون على الهواء ايه الهواء نحن عم نحتفل بالالبوم جوزيف الجديد اللي عم بحقق نجاح كتير حلو خاصة حلوين هلا ثانك يو حبيبي فراس شكرا لكم اول شيء الالبوم في 12 هلا خلينا نقول الاربعه هذيك الناس القديمين يعني صار نازل منه خط احمر طبيعي حلوين ينعد عليك. خلينا بس نخلص انتو نرجع مندور بعد بس لنخلص خلينا على جنب. في اشياء نازله كثير محمس لها بعد ما نزلت قصدك؟ ايه؟ او هلا عندي جمعه الجايه تصوير تصوير اغنيه من الاغاني شو المحببه جدا على قلبي بالالبوم. شغل مين؟ نبيل خوري استاذ بليغ. نبيل 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 دائما بحط من قلبه باغانيه. ما تكون غنيه لها علاقه بشيء عم بيقطع فيها اخر فتره ليك بتخيل بتخيل هالاغنيه نبيل حاطت من قلبه وحياته. حتى نحكم شو بتقول شو بتقول؟ لا يا مش لعالدرجة غنية بتتصور جماعة الجاي بتنزل بعد شهر مفروض يعني. هل هي من الأغنيات اللي عن جد فعلا حلوة كتير ولأنه صادقة لأنه إذا بدك نبيل هيك حاطت إحساسه فيها وهو صديق هو نبيل من الأشخاص نبيل وجورج أسيس خليني أقول هالاسمين. جورج كمان الموزع اللي عم يشتغل على هالأغنية هالشخصين يلي دغري بيصيروا أصدقائك بطريقة كتير سريعة لأنه بتشبهوا بعض كتير ولأنه هيك بتحس أنه دغري ركبت يعني. نبيل حبيب قلبي وأسيس كمان بسلم عليه وصار عنا جروب كمان عم نحكي عن الأعمال كلها عنا أغنيتين بالألبوم إن شاء الله. بدي حيي لنبيل أكيد إن شاء الله قريبا بيكون معنا ناطرين كل الأعمال الجديدة وناطرين تكون نجاحاتها كبيرة مثل هالنجاحات اللي حققتها دايما غالي على أغاني وعلى كل جمهورك اللبناني فرحانين بنجاحك وبعدنا عارفين إنه رح نفرح أكتر بكتير بالأيام اللي جاي بعد الطريق بدي أقول بأولها بس إنه بعدها بالبداية بعد في كتير يعني. في كتير جاي إن شاء الله. مرسي لألك في راس حبيبي. Thank you لألك. ما في داعي لك شيء يعني بتعرف معزتك واللقاء معك هيك شو حلو دايما بيكون هيك عفوي و Thank you لكل أكيد أغاني ومحبتي لألهم جميعا لذيذ الكيك بجنة هيدا كيكس and cookies حييون على الكيك الحلو كتير حلو الكيك مرسي كتير واللي عم يسمعونا بنسلم عليهم نقول لهم سوري انا وفراس كتير القعده بتكون يعني بنطلع شوية من المقابله بنصير عم نمزح زياده صح او عم هيك لا بس انكروا مبسوطين اكيد نشكر بدك تقول لهم شيء بالختمه تغني لهم شيء انا ما تعبتك اليوم بال شو نغني حلوين حلوين ايه اجمل منكم مين الله على الجو معاكو حلو ورغم انكو مجانين لكن فعلا طعمين حبة حنية وضحكة شقية دي بتحرك ملايين نورتنا جوزيف عطية كان معنا بلا فلتر قد ما يعني قد ما قدرنا قد ما حاولنا ننجح انه نكون بلا فلتر. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالوقت. تحية لكل اللي رفقونا من خلال اغاني تحية لك إلي أشوان مخرج ألان صالح بروديوسر روني رميتي من تلفزيون مجد هاني وكل كل الشباب كارول مارون هلا كارول رفقتكم ثانك يو فراس حليمي باي باي.